بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الطبخ عالم مثير، يجد فيه الإنسان المتعة والتشويق، وخاصة النساء والأطفال. وأصبح الطبخ فناً من فنون الحياة، يتلون بثقافات المكان، ويتغير بتغير الأذواق والميول. ها نحن على أعتاب حياة جامعية جديدة، منا من سيغادر البلاد لإكمال الدراسة، ومنا من يبتعد عن الوكر الذي نشأ بين ربوعه وينتقل إلى إمارة أخرى. وكما تعلم أن الطعام ضروري في حياة الإنسان، وها هي مشارف مرحلة الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية الكاملة. نود أن ننهل من فيض علمك في هذا المجال ونستشيرك في بعض الوصفات. لو تسمحيني بس قبل ما ابتدي واقول الوصفات والاستشاره اللي انت جايه عشانها، اعرفك واعرف المشاهدين واعرفهم انتوا مين وايه اللي حصل بينا، علشان مش كله عارف الحكايه. شمسه عندها مشروع، هنتكلم على المشروع، بس هي بتحب الطهي ومن زمان جدا وهي غاويه، وكانت بتيجي تستشيرنا في البرنامج لما بيبقى عندهم يوم مفتوح في المدرسة. بتقول ان احنا عندنا في الكافيتيريا عايزين نعمل اكل ونبيعه، ولصالح حاجات بتبقى حاجات خاصة بتتوزع لجمعيات، المهم يعني مش عشان الربح او عشان الربح، لو هي عايزة تعمل مشروع ده جزء من الدراسة بتاعتها. فاللي بيحصل هنا ايه؟ انها كانت غاوية وبتيجي من زمان، واحنا هتشوفوا بعض الصور اللي هي لما كانت معانا في الوقت دوت او في السن ده. كان من كام سنة؟ 4 سنين. من 4 سنين؟ تقريبا. لا، من 4 سنين دوت اللي انتوا شايفين ديت، اللي هي كانت هي عندها عاملة مطعم بتاعها صغير ومسميه ديليشوس، يعني حاجة جميلة وحلوة، وتصورت معهم. ودلوقتي هتتخرج من الثانوية ومشروعها بتقول، طب احنا لو اتخرجنا دلوقتي وممكن حد يروح إمارة تانية، حد يسافر بلد تانية، يطبخوا ايه في قلب الفصل، او اذا كان هيسكنوا في قلب الجامعة نفسها، ايه اللي مصرح بيهم وايه لا؟ هخليهم يعرفوا عن نفسهم ونبتدي مع بعض. دلوقتي شمسة ناصر لوتان. العنود أسعد. العنود أسعد. اوكي. ريم جمال. اوكي. ريم. هدى محمد. هدى محمد. وميتا. دلوقتي الموجودين معنا هنتكلم عن الاكل، فعايزه كل واحد تروح المكان بتاعهم وتجهزوا نفسيكم لغايه لما اجي لكم، وابتدي هنا مع العنود وشمسة واكمل معاكم. خلاص تجهزوا ونقول لهم هنطبخ ايه. كله جاهز يطبخ النهارده؟ ايوه. كلنا مستنيين ناكل معاكم. أيوة. وانا مبسوط بالجاكيتات، الجاكيتات شكلها حلو، حاجه شكلها ظريف، فانا مبسوط بيها، وعليها العلامه وعليها مع اسامه اطيب وعلم الامارات مع الاحتفاليه اللي احنا داخلين عليها، فبشكر. قولي لي بقى شمسه هنطبخ ايه دلوقتي؟ اول شيء بنسوي صالونه سمك. صالونه سمك. اوكي. بعدين تحته. تحته. اوكي. ده برضو بالسمك. اوكي. وعيش ابيض للجشيد. اوكي. وعيش ابيض للجشيد. هتساعديها في الحاجات ديت يا عنود؟ نعم. طب هتعملي ايه دلوقتي؟ بسوي معاها الاكلات. بعدين نسوي الشاورما. هنسوي الشاورما. اوكي. هي الفكره فيها في تسويه الحاجات اللي احنا بنقول عليها، ان هو بنقول لو انتوا قاعدين مثلا النهارده جمعه والسبت، لو انتوا في اماره تانية وجايين البيت في الاسبوع في نهايه الاسبوع وعايزين تعملوا اكل بعد كده لما ترجعوا الجامعه، فازاي تاخدوا حاجات معاكم وتسووها. فاحنا عندنا هنا سمك، السمك دوت مشوي، يعني دي سمكه مشويه او في الفرن، ممكن تاخدوها معاكم، يعني دي بنحطها في الفريزر، يعني ممكن تقولي الاهل اعملوها لنا واخدها معايا، بس تحافظي عليها في قلب كيس يبقى مجمد عشان درجه الحراره. وبالنسبه للجشيد نفس الشيء، هنجيب هنا السمك اللي هو ولد الولد، وبعد ما بعمله عندي اختيارين، يا اما بعمله بسلقه واخليه زي ما هو، او نتبله ونبهره ونبعمله. يبقى انتوا عندكم وانتوا رايحين الجامعه عندكم الاساسيات. ايه اللي ممكن تعملوه بقى هناك؟ انتوا حاجات كلها بسيطه جدا، ممكن تشتروا طماطم علب، ممكن تحطوا بصل، او البصل يبقى جوه هنا. خلاص انا اقطع لكم السمكه ديت وانتوا ابتدوا اطبخوا. أوكي. على اساس نشوف انتوا هتعملوا ايه وانا اشرح هنعمل ايه. هقطع لكم ده في النص. اوكي. السمكه كده انا قطعتها من النص، وانتوا تقدروا تستعملوا كل النص بالطريقه اللي انتوا عايزينها، وهشرح انتوا بتعملوا ايه. لو عايزين تسالوا على حاجه او عايزين حاجه اسالوني عليها،
او انتوا، انا عارف ان انتوا ان شاء الله هتطبخوا لنا حاجات جميله. بالنسبه للموضوع حلقتنا النهارده والتدرج اللي احنا فكرنا فيه، لما قعدنا عملنا اجتماع وقعدنا مع بعض وبقينا نتكلم مع بعض على ايه اللي احنا عايزينه، فقالوا ان احنا عايزين زي في الكلمه اللي ابتدت بيها شمسة، بتقول ان احنا عايزين اكل صحي. طب لو انا هخرج اشتري اكل من المحلات من السوبر ماركت او هشتري اكل من الاكل السريع، ايه اللي ممكن اختاره واختاره ازاي؟ طب لو انا هطبخ جوه في الجامعه، ممكن يكون في مطبخ صغير ممكن متصرح لنا بحاجات معينه وممكن ما يكونش في حاجات متصرح لنا بيها، ايه اللي ممكن نطبخه؟ فقلنا نبتدي بكذا فكره، فكره منهم ازاي هم اصلا حابين يطبخوا. قالوا كده كده، يعني العنود قالت لي انا كده كده عايزه اتعلم الطبخ، يعني حتى بعد لما اتخرج انا عايزه اعرف اطبخ ازاي. طبعا مش في حلقه هنقدر نعمل كل حاجه ومش هنقدر ننجز كل حاجه، لكن الاساس في الموضوع ان احنا بنقول ده يعني حاجة كويسة جدا، ان في المدارس بعد ما قعدوا كل السنين ديت وقبل التخرج لقوا ان الاكل حاجة مهمة، اذا كانوا هيطبخوها، اذا كانوا هيشتروها جاهزة، او اذا كانوا هيجهزوها في البيت ويعرفوا هما بياكلوا ايه او يطبخوا ايه. ده دلوقتي كده انتوا هتحمري ايه؟ قوليلي هتعمليه ازاي واسيبكم تعملوه عشان اكمل مع الباقي. نحط اول اشي بصل. نعم. بعدين نحط البهارات مع السمك. اوكي. والخضرة. نعم. بعدين ماي. دول اللي هم هتعملي بيهم الصلصة، وبعد كده هتحطي السمك. ده للصالونة ولا للصالونة؟ للصالونة. وهتبقى السمكة زي ما قلنا مستوية فمش هتاخد وقت كتير. طب واللي هتعملي ايه تاني اللي بعديها؟ عقبة الجشيد. الجشيد. طب ممكن تعملي الجشيد قبل ما هي تعمل الصالونة؟ اوكي خلاص ابتدي الجشيد. بالنسبة للجشيد هتعملي ايه؟ بنحط دهن اول شيء. نعم. والجشيد بس يبقى بهارات وشوية ماي. اوكي. طب عموما هو مسلوق اهوت، والبهارات اللي عندك بهارات جاهزة، وفي بصل اهوت متحمر، ممكن تنقل لك البصل وهتدي لها الدهن. اوكي دول عشانك اهو، اتفضلي. اوكي دول عشانك. اوكي والدهن ممكن تديه لها. وعندنا اتصال، ناخد اتصال. الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. برنامج الشيف اسامه. اتفضلي. اهلا اختي لطيفه، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اليوم بناتنا ما شاء الله منورين الشاشه. ده شرف لينا. برنامج عندك يعني. ونعمه يعني، ربنا يبارك في حضرتك يعني، ونعمه البنات اهوت ما شاء الله عليهم. بس كنا نتمنى نعلمهم بقى الطبخ، عايزين نضم صوتنا كده مع لصوتهم ونعمل حصص طهي في المدرسه كمان. في المدرسه. اولا انا بسطر لك شكر صراحة وتقدير، لأن إحنا اعتدنا على أن نشوف البرنامج على الشاشة، إنما دبي تلفزيون دبي نقل برنامج الشيف أسامة للمدارس. الحمد وهذه لله. وهذه شكرك، وهي إضافة جميلة يعني. وشرف لنا والله. وهذا معناته أن مؤسسات البلد يعني في حلقة تكمل بعضها البعض. نعم. وأن التلفزيون ينتقل خارج الاستوديوهات، وان المدارس تطلع طلبتها ايضا للحياه يعني. بالضبط. والغذاء السليم هو الاسره السليمه، هو المجتمع السليم، صحيح ولا لا؟ اتفضلي. سامع حضرتك يا اختي. انا اقول ان يعني الغذاء السليم. نعم. هو الاسره السليمه. نعم. هو نعم. المجتمع السليم. ونعم. وهم اصلا اللي بيبقوا مسؤولين يعني، حتى يعني ما نقول حتى لو ربات البيوت هم اللي مسؤولين احنا ناكل ايه يعني، هم مسؤولين بياكلونا ايه يعني. الموضوع مش موضوع يعني، حتى حضرتك موجوده في المدرسه ولما هترجعي البيت هتبقى مسؤوله مين اللي في البيت هياكلوا ايه وهيعملوا ايه يعني صحيح. فبالتالي لازم يعرفوا الحاجات دي اذا كانت مهندسه دكتوره أسيح. مدرسه، فده الموضوع بيبقى مهم جدا. نعم. تتكامل الجهود يعني، واحنا في الحقيقه كلنا كمؤسسات يعني ناكد رؤيه الشيخ محمد بن راشد على اساس ان دائما يعني هو يقول انا وشعبي في المركز الاول، وان شاء الله دائما على طول باذن الله. ان شاء الله. واحنا في مدرسه دبي للتربيه الحديثه عندنا الانشطه هاي كلها ونشاط الطالبات اللي هو خصوصيه للطالبه يعني، الفنون الجميله، الغذاء السليم، الصحه صحه الاسره يعني. بالضبط بالضبط. وبرنامج الطبخ وهوايات يعني هذا موجود بين الطالبات. وبالعكس انت اتذكر انا من سنتين ثلاث علميتهم وهم صغار،
علميتهم بالضبط. احنا جينا مع بعض كنت مدورين فيهم. ايوه انا كنت موجوده يعني. تسمع والسلطات هم الان مساكين كانوا في صف صغير جدا ثامن وتاسع، الان ما شاء الله الثاني عشر يعني وفي حاجة مهمة كمان احنا بنحب ان ننوه عنها، ان موضوع ان الاكل زي ما بقول يعني هم لو مش مهم يعرفوا يطبخوا، المهم يعرفوا ياكلوا، يعني حتى لو مش هيتعلموا يطبخوا يبقى يتعلموا ياكلوا، دي حاجة من الحاجات اللي ان شاء الله دي اقل حاجة نعملها. انا اقول لك ايضا احنا كعلوم نحرص على ان هذه المعلومة اللي ياخذها التلميذ مجرد معلومة نعم تنتقل في بيته، فهو صح مهم أن يأكل غذاء صحي بس أكثر أهمية بعد أن بكرة إن شاء الله بيكون يعني بالذات البنت بتكون ربة أسرة إن شاء الله، فتطبخ إن شاء الله إن شاء الله على أسس سليمة بإذن الله إن شاء الله. وأبشكر حضرتك جدا جدا أخت لطيفة على المداخلة وعلى المكالمة اللي هي ادتنا دفعة، وإن شاء الله تواصلوا معنا وتتابعونا، وادوا المدرسة كلها أجازة النهاردة خلوهم يتفرجوا على زمايلهم وهم بيطبخوا. ودلوقتي احنا معانا هدى هتعمل لنا حاجة سريعة، مش لازم كل حاجة، احنا اتكلمنا على الأكل المجمد ممكن نجيبه من البيت يكون متجمد، لكن هدى هتعمل لنا حاجة زي فكرة الستير فراي، يعني تطبخ كله أثناء التقليب. هي كانوا طلبوا جمبري، نوع من الحاجات اللي هي البحريات اللي هي تطبخ ومعاها بصل، فهتطبخ دول وهتعملهم جهد، فهتطبخ دول وهنشوف اذا كان ممكن كل الاكل بيتعمل النهارده كل واحده هتعمل حاجه مختلفه عن الثانيه. وحتى لو هم ما دخلوش المطبخ قبل كده انا مش شايف ان هم اتجرأوا وبيبتدوا يعملوا الحاجه، هنخليها شويه لغايه لما تستوي وهناخد فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم نشوفكم على خير ان شاء الله. يبقى دلوقتي عندنا هدى كانت قبل الفاصل بنقول هنعمل مع بعض الستير فراي. So what we're gonna do after. We'll put garlic in it. Okay. يبقى حطينا البصل وبعدين الثوم. Then we'll stir it. Okay. 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 And then we'll... Did you cook before? Yes, I do in my home. You do at home? Yeah. Okay. Let's see what else we have. Then we'll put some carrots. Okay. شوية جزر و let's put it the whole thing. I mean, it's nice. To put everything. And healthy, yeah. Nice and healthy. Do you like carrots? Yeah, I like carrots. Okay. So يبقى نحط الخضار اللي هي هتتبله كله، انا هسيبها عبالي وانت I'll gonna be next door here. While you're doing this, I'll just gonna see. Yes, we'll lower the heat شوية. Okay. ريم. نعم. هتعمل لنا ايه؟ بسوي برياني. برياني. أول شيء برايكم كيف نتبل الدياي. اوكي. عقب خليني احط لك الدياي وانت قولي لي هنتبله ازاي؟ اول شيء بنتبل دياي. اوكي. عقب بنسوي بنحط فوق العيش. اوكي. الرز. نعم. عشان نسوي البرياني. طيب انا هحط الدجاجة. ها. اوكي. قولي لي اعمل ايه؟ حطي لي وانا اقدمها. ماشي. بس احط لك اياها. اوكي. نحط شوية الملح. اوكي. نحطها. اوكي ده بهارات مشكلة. بهارات المشكلة. اوكي. كركم. وشويه فلفل اسود. وفلفل اسود اوكي. وبعد كده اوكي ونخلط الحين. اوكي. نحط البصل. نحط البصل. ماشي. اوكي. نحطه كله. وبعد كده بعدين نخلطه. بعدين هنعمل وبعدين نحطه في النار. نحطه على النار. طيب ماشي. اوكي خليني اشيل النار هنا لان دي بقت سخنه، خليكي حذره لان دي سخنت شويه، فهنهدي النار عليها. نهدي النار. نهدي النار وبعدين نحط شوية من الدهن مع نحط الدهن وياه. اوكي علشان اوكي خلي بالك عشان هي سخنة شوية وانتي بتقلبي تطفليها. خلينا نوطي الحرارة شوية. وطي الحرارة ده مهم جدا ان احنا نعرف امتى نوطي الحاجة وامتى نعليها. اوكي. وفي حاجة تانية كمان هنا هو تريم لو عايزة تمسكي بيها، يعني انت لو عايزة تقلبي يعني دي تقدري تتحكمي فيها، يعني دي بتقدر تعمليها كده بتبقى مقفولة تدوس عليها تتفتح وتقلبي عشان تشوفي، تبقى سهلة عليكي وانت بتقلبيها. طيب احنا ممكن تحمريها شوية وبعدين نبقى نحط عليها بقية البهارات. هنخلي دول معاكي وبعد كده هنعمل ايه؟ وبعدين بعد ما نخلطها نخلص نعم نسكره عشان يحمر. اوكي. وبعدين نسوي
البرياني. نسوي البرياني. طب نفس الشيء زي ما كنا بنتكلم هناك بنقول ان انتوا لو انتوا في البيت وهما بيسووا البرياني ممكن تقول لهم سووا لي شويه دياي وخليه على جنب واخده وياي الجامعة وممكن تاخدوه الجامعة بس اهم حاجه بتحافظ على درجه الحراره تحطيه في الفريزر وتاخديه في كيس تتاكدي ان هو الكيس اللي هو يحافظ عليه عشان ما يتوبش ولما توصلي الجامعة ممكن تقسميه انت تاكلي على واحده مره اثنين ثلاثه يبقى تقسميهم على كام مره انتوا ممكن تقدموهم فدوت هيكون اللي هو الدجاج بعد ما استوى بيكون مستوي سوى كامل وورينا ازاي ممكن نعمله بيكون شكله شيء عقب ما يستوي نعم. اللي احنا توينا تبلناه اوكي ورينا بقى ممكن نعمل فيه ده ايه وفي عندك انت اقتراحين هتعملهم لنا ورينا هتعمليهم ازاي عشان نحط التشيكن اوكي فاذا لو هو مستوي وجاهز في الحاله ديت مش هتاخد وقت كتير في التسويه يعني دي الطريقه سهله لو انتوا رايحين وما عندكوش وقت لان احنا مش معقوله في الجامعه كل يوم هتطبخوا لكن بيجي في يوم في خلال الاسبوع عايزين تاكلوا اكل البيت دي حاجه من الحاجات السهله ممكن نحط تاني لان الباقي مش عايزين كتير اوكي وبعد كده الحين نحط الرز فوق اوكي نحط الرز يبقى دوت نفس الفكره اللي هي حمرته وبعد كده بتحط الرز فوق اوكي ممكن نحط ولا بحط ليش احط الرز لا دقائق حق الثاني لان بنسى طيب ماشي عندها هي نوع ثاني كمان طبختي قبل كده يا ريم لا اول مره نعم بس مش هتكون اخر مره ان شاء الله لا ان شاء الله بدايه طيب. حلوه أوكي. عندنا اتصال ناخد اتصال بعد كده بتحطي ايه يا ريم هنا اهو عقب احط المي اوكي حطي المي ناخد اتصال الو الو السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف اسامه كيف الحال الحمد لله تعرفي الصوت ده ريم فاكر انا ام ريم عارفه الصوت ده هي عارفه ما تعرفيش انا حابه اشكرك على البرنامج وحابه اشكرك انك دخلت ريم المطبخ المهم اهو وشهاده علشان بعد كده اما تروح البيت تقول لك انا ما ادخلش المطبخ تطلع لنا الشريط او الفيديو سجله الحلقه يعني عملت لي خدمه ده شرف لينا وبالعكس والله ما شاء الله عليها يعني حتى انا بقول لها تقولي لا ما نحطش ده دلوقتي وبتصحح اللي احنا بنعمله فان شاء الله تعمل لكم برياني انت بتعمل حلويات لا برياني برياني خلاص من هنا ورايح ريم اللي هتعمل برياني خلاص انا بسوي في البيت ان شاء الله ان شاء الله شكرا لحضرتك شكرا اهلا شكرا جزيلا وري بقى ماما النوع الثاني البرياني اللي انت تعمليه النوع الثاني اللي بنسوي بنجيب اوشيد ده نفس الشيء احنا بنقول ان احنا برضو لو في الجامعه ما عندناش مفيش نار مفيش مش هنقدر نسوي حاجه على النار ممكن نسويها ازاي نسوي بالفرن بالفرن يبقى برضو بناخد ده ممكن يكون الدجاج مستوي ممكن يكون ني يعني ممكن يتحط ممكن تجيبه من البيت او ممكن يكون تسويه في الجامعه اوكي خليني اشوف ايه اخبار هدى هنا ايه الاخبار اوكي ليتس جست بيكوز اوف ذا هيت ليتس ميك ا روم هير سو بوت ذا شريم وير ذا هيت از يعني اسكر الغاز اوكي احنا حاطين هنا الجمبري على اساس ان هو يستوي جست كيپ ان اي ويل تيرن ات توايس اند ذن وي كان بوت ا ليتل بيت اوف ذا صويا ا ليتل بيت اوف ذا كورن ستارش ديد يو بوت ذس اوريدي يا اتس اوريدي ذا كورن ستارش يو بوت ات ذير يا او ذاتس واي ستي Usually we put the corn starch after, before it's boiled. Oh. But still, because it's already with the vegetable, yeah. we're gonna add it. Okay. But just keep stirring the shrimp. هي دلوقتي هدى حطت الجمبري بس هي حطت النشا قلنا لها لما فكر النشا تحط بعدين ممكن تتحط بعد كده فهنا نرجع لريم ريم انت حطيتي دلوقتي نوت الدجاج اللي هو انت مسويه بعد كده هتعملي ايه؟ هحط الرز معاه اوكي يبقى ديت لو انتوا حاطين ما عندكوش وقت ممكن جوه اتفضلوا لو انتوا في الجامعه عايزين تستعملوا الني اللي هو نفس الدجاج ني ممكن تستعملوه مع البصل اتفضل ونحط شويه بهارات اوكي فلفل اسود وملح اوكي يبقى شويه البهار والملح وممكن نحط هنا زعفران لو عايزه زعفران فينا نحط الحين او بعد الاكل ممكن اوكي ونزيد عليه مي يبقى دوت الاختيار الثاني لو ما عندهاش هي لو ما عندنا غاز في الجامعة ما عندكيش غاز بتحطي وبتكون الميه متعايره نفس كميه الرز والدجاج الرز ده نحطه هنا وقت ممكن ندخله الفرن نغطيه ندخله الفرن ولما نيجي نشيل الحاجات ديت ونبقى نوريهم هيتعمل ازاي هاو از ذا شريم ذات لوكس بيوتيفول اوكي ناو يو كان ستير ايفريثينج اند اد ا ليتل اوف ذا سويا اند يو ريدي تو سيرف اوكي Go. First I'll stir them then I'll put the soy sauce. Okay, خلاص هي هتقلبهم وبعد كده هضيف عليهم صلصة الصويا. You can add the soy sauce. Okay. I want to look at it before I leave. I want to go before I go to Maita. I just want to see how it will look like. Looks very delicious.
يبقى شويه هنا من صلصه الصويا، يبقى حاجه اهوت انتوا عملتوها حاجه اكل صيني بسهوله، سهله بسيطه سريعه، وممكن تستعملوا الطريقه اللي هدى عملتها. Looks very very nice. You can eat it with rice or with pasta. You can lower the heat and get it ready and I'll come back to you. يبقى دلوقتي دوت الستير فراي عندنا. بقى دلوقتي احنا لما جينا في الاجتماع الاولاني كانت ميثاء معانا، كان عندها امتحانات اليوم اللي قبليها. عملت ايه في الامتحان؟ قلت هسالك على الهواء. الحمد لله زين. اما عملت ايه في الامتحان؟ والله زين الامتحان، لا زين. وكان والدرجات كويسه الحمد لله. يعني كانت ساعتها سهرانه طول الليل وجات معانا تاني يوم، كانت مجهده، لكن دلوقتي قالت هتعمل لنا، طلبت تعمل مكرونه. هتعمل لنا انهي نوع من المكرونه؟ اول شيء معكرونه بالكريم. معكرونه بالكريم، اوكي. اللي هي كلها، كل الناس بتشتكي ميتاء وبتقول لي ما بتظبطش معاها، يعملوها ازاي بقى؟ اول شيء نحط الزبده. اوكي، بس خلي بالك انت كنت مولعه على ديت وانا وقفت اتكلم كتير، فما تكونش سخنه وتلسع نفسك، وخلي بالك اول ما تحط الزبده دي هتبقى سخنه قوي. ف ايه رايك ديت مولعه عليها كمان؟ هي مولعه. طيب دي حط عليها الكريمه بعد ما تحط الزبده لانها هتبقى سخنه. اوكي اوكي، حط بقى الكريمه على طول. فديت هتبقى الصلصه الاولانيه الاساسيه. اوكي هلا عليها، حطي شويه كمان، شويه كمان، حطي حطيهم كلهم بالظبط. خلاص اوكي، هنخليها هنا اهوت، بس مش هنغطيها كلها، واسيب شويه من دي تتبخ عشان تبقى الصلصه. انزين خلاص اوكي، دي المفروض نحطها هنا، بس مش هنستنى، احنا نعمل صلصه ثانيه. انت هتعمل لنا نوعين مكرونه صح؟ هي. النوع الثاني هيكون ايه؟ اول شيء حط الصلصه الحمراء. اوكي، والصلصه الحمراء ممكن تجيبيها جاهزه. زين اوكي، ناخد واحده هنوت، دي الصلصه الحمراء، يعني ممكن تستعمل الصلصه اللي هي جاهزه. اوكي، ده ودي ما تدخلش المعلقه دي، اجيب لك معلقه صغيره، ممكن اجيب معلقه صغيره او الشوكه بعد اذنك. اتفضل اتفضل، حطيها كلها على طول. اوكي بس نولع عليها هنا، نولع النار هنا ونهدي النار شويه. انت حظك حلو النهارده يا ميتة. ناخد اتصال اثناء ما احنا بنجهز الحاجه الميتة. الو الو، السلام عليكم. اهلا اخت خلود، ازي حضرتك؟ اهلا الحمد لله، الله يخليك. مرحبا. اهلا بصح. اهلا بحضرتك. اهلا، تفضل تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا بيك. صبحنا فرحانين نشوف بناتنا ما شاء الله عليهم يبتدون يحسون بدورهم في المطبخ وتعليم طبخات مفيده وصحيه ان شاء الله. وان شاء الله احنا واحنا عندنا وراء الكواليس في مجموعه تانية، حتى لو مش هيتعلموا يطبخوا هيتعلموا ياكلوا، يعني على الاقل برضه يعرفوا يختاروا ايه ان شاء الله. برضه مهاره، برضه مهاره ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. اتفضلي يا اختي. سامحيني. ايه، انا صراحه يعني حبيت اتواصل معاكم باني انا سعيده بهذا البرنامج الناجح اللي فعلا يقدم لنا معلومات ليس فقط بنوعيه الطعام او اعداده، بل بصحيته واهميه اشراك الطالبات في سن الاعداد والتعلم ليتعلمون مهنه المستقبل. يعني كل انسان يجب ان يجيدها سواء كانت بنت او ولد، لان هذه هي الحياه. واتمنى لهم كل التوفيق واشجعهم واشد على ايدهم واقول لهم هاي خطوه جيده انكم تتعلمون اعداد طعام صحي ولذيذ، وان شاء الله ورب يوفقكم. امين. الله يوفقكم ان شاء الله، ومشكورين ما قصرتوا. برنامجك الصراحه جدا ناجح في انه يحتضن طالباتنا، وانت كاستاذ نفش الصراحه في الطبخ. نتمنى للجميع ان شاء الله يستفيدوا من وجودك وبرامجك الطيبه. الله يخليك. حابين مني شيء انا مستعده يعني، عايزين حد يدوق. كل التوفيق، عايزين حد يجي يدوق. يا اهلا وسهلا، ذوق ذوق عني، وان شاء الله يكون لذيذ باذن الله. امين. انا وعافيه وشكرا وموفقين. الله يخليك. امين. شكرا لحضرتك. واثناء ما احنا بنعمل الكريمه هنا اللي هي ميتاء قالت نحطها على النار، وكمان صلصه الطماطم اللي ابتدت تغلي شويه، صلصه الطماطم دي كانت جاهزه، دي ممكن نحط لها ايه لو ابتدت تمسك شويه؟ الماي. ممكن نحط لها شويه ميه، فنحط لها شويه ميه صغيرين وهنسيبها تغلي، ولما نرجع نقول ممكن دي تتقدم مع ايه بعد الفاصل. نشوفكم على خير ان شاء الله. يبقى قبل الفاصل هنا قالت ميتة ان احنا بنجيب صلصه الطماطم، وحطت صلصه الطماطم هنا على اساس انها تستوي، وقالت ممكن تحط عليها شويه من الماء صح؟ بعد كده هنعمل ايه؟ نحط اللحم. اوكي، واللحمه نفس الشيء، لو هي جايباها مجمده يبقى نفس الفكره نفس الافكار، ممكن تبقى حاجه مجمده، يبقى العلبه انت جايباها جاهزه صلصه الطماطم، و
كور اللحمه بتسيبيها تستوي. يبقى ديت ممكن تتقدم مع مكرونه. المكرونه الثانيه قلت هتعمليها هنا بالكريمه، هتعملي فيها ايه؟ حطيت البهارات. نعم. وحين احط الكريم المكرونه. اتفضل. والمكرونه مسلوقه. اتفضلي حطيها هنا اهو. اساعدك، خلينا احطها. اوكي، ممكن نقلبيها بس فكيها من بعضها. وبعدين ديت المكرونه ممكن برضه تقدميها مع مكرونه، يعني ممكن تتحط، يعني دلوقتي الكور خلاص سخنت ممكن تحط عليها المكرونه ونغطيها كلها وهي تستوي كلها. طيب خلينا نسالهم على حاجه زي ما سالتهم ميثاء. لو انا ما عندناش بوتاجاز في قلب الجامعه، ما عنديش نار اولعها، اعمل ايه؟ احطها في الفرن. تحطيها في الفرن. ادي المكونات بتاعتها، وريهم هنعملها ازاي. نحط المكرونه. اوكي، يعني ممكن نجيبها زي ما هي كده، مش محتاجين نعمل فيها حاجه. لا. مش محتاجين نسلقها ونحطها زي ما. اوكي اوكي، ملح وفلفل. اوكي، وعندك شويه من الصلصه. الحين احط الملح. اوكي، وال الفلفل الاسود. يلا ويلا الحليب. يلا اتفضل حطيهم كلهم عبال ما ناخد الاتصال. الو 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 الو. اهلا اهلا اخت حصه. السلام عليكم. صوت حضرتك واطي زي صوت ميثاء. انزين، انا صديقتهم في صديقتها في انت صديقتها. أشكرك شيف أسامة على برنامج الحلو وعلى الطبق الرائع. أنا نفسي أجي وأذوق الطبق. وإن شاء الله دلوقتي هي ميثاء ممكن تطبخ لك المرة الجاية. شفتي حاجة بسيطة هوت، ملح وفلفل، وحطت الكريمة ومعها شوية حليب، وشايفة بتستعمل الفلفل الأسود زي الشيف أسامة، يعني مش عايزة تستعمل فلفل مطحون، بتعمله طازة. ده ممكن تدخله الفرن وتسويه، يعني مش محتاجين تسلقه ومش محتاجين تعملوا اي حاجه. شفتي طبق بسيط ازاي؟ بس اتاكدي ان انت بتحطي كريمه تغطي وكفايه. اتفضلي يا حصه. يبقى ده هيكون شكله، ممكن اخده منك، وده هيكون شكله هنا. ايه رايك يا حصه في الطبق اللي انت شايفاه دلوقتي؟ طيب ناخد هنا اهوت المكرونه. يبقى انا دلوقتي على اساس لسه عايز اشوف ايه اخبار البرياني. جاهز؟ جاهز. طب ممكن تغلي فيه سمحتي؟ يعني عشان لسه عندنا حاجات تانية عايزين نعمل شوربه، صح؟ وعدتينا نعمل شوربه. دي كده الكور اللحمه خلاص مع صلصه الطماطم، ممكن نطفي عليها، ممكن تحطي المكرونه وتغطيها خلاص. يبقى دوت ممكن تعملي كده وتسيبيه متغطي. اوكي اوكي، نفكها هنا. نحط مكرونه تاني ولا كده كفايه؟ لا خلاص كفايه. اوكي نغطيها. اوكي، يبقى عندنا طبقين اهوت، وعندنا الطبق الثاني. انت هتساعدينا في عمل ايه؟ هتعملي ايه ثاني؟ هتعملي حاجه معايا هناك ولا هنا؟ هي الدياي. الدياي؟ اوكي. هنا محتاجين نغرفه، تغرفيهم ولا تغرفهم بعدين؟ نغرفهم بعدين. طب خلاص غطي دوت، وهنقابلك هناك، هي هتخليها تعمل الدجاج وانت تعملي الشوربه. وانت خلصتي هدى، خلصت الستير فراي ده الجمبري اللي هي عملته بالخضار، يبقى كده خلاص. اوكي هدى، كان يو هيلب مي دو شاورما؟ يس. اوكي اول ميت يو ذير. يبقى دلوقتي هدى عملت الجمبري اللي هو اصلا مع الخضار، اللي فكرته زي فكره الستير فراي. هنروح مع ميثاء نعمل الدجاج. هقول لك على طريقه بسيطه سهله ممكن تتعمل بيها. وهنقول هنا اما تيجي انت هنا هوت ريم لما تيجي هنا تعملي الشوربه. انا سخنت الحاجه هنا عشانك، فخلي بالك انها هتبقى سخنه قوي، يعني اول ما تيجي هتحطي المرقه والخضار. نفس الشيء لو عندنا الشعريه مسلوقه بنحمرها، او مش بنسلقها بنحمرها، وبعد كده هتحط عليها البصل والثوم مع المكونات كلها. فخلي بالك وانت بتحطي هتكون ديت سخنه شويه، تحطيهم كلهم مره واحده. بالنسبه للفراخ، انتوا كنتوا بتقولوا عايزين نشتري فراخ مقلي من بره. بالنسبه للفراخ اللي انتوا بتجيبوه من بره، ممكن نفس الشيء في الجامعه، مش كل الجامعات فيها البوتاجازات اللي انتوا ممكن تستعملوها. فعندنا فكره هنا ظريفه، ان انت ممكن بتجيبي البقسماط تحطيه هنا اهو، او كورن فليكس كميه كافيه، ودول بتاخديهم هنا وتكسريهم، تعمليها زي دي بقسماط.
بعدين احنا جايبين دجاج هنا متبلينه هنا شويه من الزبادي خردل اللي هو المسترد وشويه من الطماطم وزيت وملح وفلفل ده القطع ديت ممكن تطلعيهم يعني هساعدك تعملي واحده واسيبك تعملي الباقي وتحطيهم في قلب صاج يعني الصاج اللي هتستعمليه اهو تعملي كده وتحطيها جوه شوفي بس انت وانت بتعمليها ايد تبقى ايد فيها ماسكه بيها الحاجه وايد تانية اتفضل هنحط الطبق اهو واهم حاجه شويه من الزيت تحطهم هنا ورصيهم ودخليهم الفرن خلاص دول هتبقى حاجه من افكار اللي هي ممكن ازاي تتعمل ويبقى حاجه مقليه انا خايف بس انك انت ان هو يكون سخن قوي خليني بس احط دوت يمتص الحراره شويه واحط دول كده اهو معاهم قلبيهم شويه وبعدين نحط البسله بس تمتص الحراره عشان القلايه كانت سخنه شويه البسله ماشي اوكي قلبيهم شويه وبعد كده نضيف بقيه الحاجه احط الثوم الحين واحط صلصه الطماطم دي تبقى شوربه شوربه سهله سريعه برده نفس الشيء البسله مجمده ممكن تشتريها جاهزه لو حابه ولو عايزه تعملي في الجامعه شو اسمها الشوربه شوربه ريم انت اخترع اي حاجه وحطيهم على بعض المهم هي شوربه شعريه وبتعملي بيها الطريقه اللي انت عايزاها اي حاجه سهله وبسيطه خلاص انا هكمل ونشوف الشاورما هنا اخبار الشاورما ايه ده بتحطيها وتضغطي عليها لو عايزه تاني كسريها يبقى دي اهم حاجه بتعملها هنا ميتاء انها بتحطها في دي بقسماط او بنستعمل اللي هو الكورن فليكس يعني بتستعمل كميه كافيه وبتدخلهم الفرن لما بيطلعوا ده بيكون شكلها دي زي الفراخ اللي انت بتشتريها بس لو انت في الجامعه وعندك صدور الدجاج بتشتريها من السوبر ماركت وبعدين بتحطيها في الفرن مش محتاجه تعمليها في قلايه وده سهل جدا نيجي بقى هنا نشوف انتوا بتعملوا ايه نوات ايه اللي بتعمليه دلوقتي شاورما ايه اللي بتعمليه شاورما شاورما بتتبلي الشاورما حطيتي ايه ممكن تقول لنا لبن ايوه وطحينه نعم عصير ليمون وعصير برتقال نعم وبهارات نعم. واللحمه ده كله مع بعضه وده هتسويه هنا على النار طب بعد ما بيتبل ده بيبقى شكله you can go ahead and start it and see what how can we serve it يبقى ده فكره الشاورما نشوف هنا شمس انا ابتديت معاكي من الصبح ايه بقى اللي انت عملتيه ووصل ايه وصلنا لايه ده تعملي ايه هذه التحته أيوة حطينا التحت. الدهن والبصل نعم واحنا بنحط السمك هتحطي السمك عايزه انهي سمك عايزه دوت اوكي احطه دلوقتي اوكي وبعد كده دخلت المطبخ قبل كده يا شمس شوي دخلت تاكلي ولا تطبخي تاكلي اوكي طب هتحطي ايه بعد كده عقب نحط البزار والبطاطا والطماطم طب عندك البزار هتحطي هي بعد كده البهارات عليه والطماطم اتفضلي واثناء ما تحطه هناخد اتصال الو السلام عليكم السلام ورحمه الله انا اتصلت بس بغيت اقول ان بنات صفي منورين الشاشه ده من ذوقك يا شمع انت وهدى وميتة ورين زميلتهم يا شمع حد يعرف شمع انت زميلتهم انا سعيد في نفس الصف في نفس الصف ولا في المدرسه بس هي في نفس الصف طب ناويه دلوقتي هم جايز يعملوا الطبخ ده عشان لو راحوا اماره تانية او جامعه بعيد عن البيت في اكله من اللي انت شفتيها لغايه دلوقتي عجبتك هتجربيها ولا ايه الاخبار راح البرنامج وايد حلو ثانك يو والله يوفقهم امين امين تسلمي لنا شن تسلمي لنا شكرا كلهم يقول لي اكل يجيبوا خلاص عايزه ايه تحبي يجيبوا لك ايه معاهم اي شيء اي شيء خلاص ممكن كل واحد ياخد شويه احنا لسه في حلويات كمان يا شمع كتير دلوقتي اوكي تسلمي لي شكرا شكرا على اتصالك احط دلوقتي الورق احطها اوكي ده بيتحط مع رز ولا بيتساب لوحده ده زي الصابون لا نحط الرز بعد نحط الرز عليه هي بس عقب شوي نسيبه شوي يبقى دلوقتي ده ممكن لو عايزينه صابونه ممكن كده خضار متقطع صغير او بعدين بنحط الرز ويبقى هو تحت على اساس ان السمك تحته صح؟ يعني السمك تحت والرز بيبقى فوق اللي هو يبقى هتحط الرز دوت ولا هنحط رز ني؟ لا بنحط رز ني رز ني اوكي او ممكن عندك الرز اللي انت بتبقي واخداه معاك من البيت ده بيبقى نص تسويه هي. دوت ممكن فكره من الافكار اللي ممكن تعمل وشايفين هنا شايف يعني اكننا في محل شايفين شغالين فكره ستير فراي نوت وبعد كده ممكن نعمل سندوتشات من هنا فكرة الشاورما شفتوها سهلة ازاي؟ يعني ممكن تعملوها لو انتوا في جامعة غربية او في مكان بعيد ما فيهوش حاجات زي كده ممكن بتعملوا الحاجات الشرقية
ودي هنا هون ممكن ادي عندك الصلصه شويه صلصه ممكن تبقي تاخدي منها شويه وتحطي شويه من دول شويه من الصلصه ونحطيهم اوكي شمس عبالة ما انت تخلصي ديت نشوف اخبار هما بيعملوا الشاورما نشوف اخبار الدجاج انت الدجاج خلصتيه حطيه في الفرن وده للتقديم اخبار الشوربه ايه الشوربه تمام بس الحين تريها تغلي بتتريها تغلي عشان تغلي غطيها حطي الغطا تقوم تحافظ على البخار جوه وتقوم تغلي اكتر واحنا عندنا تقريبا نص الاكل جاهز بس انتوا بتحبوا الحلويات ولا لا يا شباب؟ هي كده بتحبوا تاكلوه ولا تعملوه؟ لا نعمله ونأكله طبعا خلاص هم بيحبوا يعملوا الحلو وياكلوه يبقى اذا بعد الفاصل ان شاء الله نشوفكم ونكمل ونعمل حلو مع بعض. احنا دلوقتي عندنا الطالبات هنقول انتوا طالبات دي اخر سنه ليكم في الثانويه العامه وقررتوا ان انتوا عايزين يعني كان المشروع ان شمسة عايزه تساهم وتساعد وزمايلها قالوا هنيجي ونساعدك في الفكره ان نعمل حاجه لكل الزمايل ما تخافيش ما فيش حد جوه الباب بس بتفتح فكل زمايلها اللي هو في نفس الفصل هيروحوا بعد كده الجامعه ممكن الجامعه تكون في اماره تانية وممكن تكون في بلد تانية فازاي لو هتطبخوا ممكن تطبخوا ازاي ولو انتوا هتشتروا من بره تشتروا ايه وابتدينا نعمل اكل من بتاعنا اللي احنا عارفينه ومتعرفين عليه نفس الشيء الاكل اللي انتوا طلبتوه اللي هي الحلويات هنعمل مع بعض حلويات عايز كل واحده تبتدي انت هتعملي تشيز كيك ريم انت طلبت التشيز كيك بالنسبه لمكونات ريم عندها هناك الجبنه والبيض ومعاهم شويه دقيق وسكر والفانيليا وكريمه شويه كريمه صغيرين هتحطي كلهم في العجان وتشغلي العجان على اساس تعجنيهم ودول هتحطيهم في قلب القوالب الصغيره خلاص دي واحده بعد اللي هي ما تخلص العجان عندك انت سلطانيه زي العجانه اللي تحت هتعملي براونيز البراونيز هاتيها من تحت عندك اهو فهتاخد البراونيز هتحط هنا الزبده مع البيض مع الكاكاو وعندي شويه شوكولاته سايحه هديهم لك تحطيهم كلهم مع بعض خلاص بعد ما تخلصي هنضيفهم على بعض في نفس الوقت هدى I want you to do me some caramel sauce you're gonna put the caramel here put this in number 2 and then we'll add the cream to it but just start with the caramel first okay you just do this first and okay بالنسبه في حاجات سهله بتتعمل ممكن من البسكوت الجاهز يعني ممكن نستعمل بسكوت جاهز اهو ده تكسريه او كسريه بالايد وتحطيه في قلب العجانه هدولي كده افتحيه ساعديها يا شمس بعد اذنك وممكن بنحط عليه حاجات تمسكه في بعض يعني ممكن هو نفسه يتحط عليه شويه من البندق شويه من المشمش كل ده بيتحط نوت مع بعضه وده هيتحط معاه شويه كاكاو دي بيسموها ايزي كيك او ليزي كيك يعني لو انت مش ما عندكيش استعداد تطبخي وتعملي حاجه كتيره دي بتبقى حاجه سهله انت بتحاول تكسري 10 مره واحده لو شويه صغيرين هيبقوا اسرع معاك هحط معاهم هنوت قطعه زبده خلاص ممكن شويه شوكولاته سايحه حاجه تمشيهم مع بعض تمسكهم في بعض ممكن تكون شوكولاته بيضه او شوكولاته غامقه تسيح شويه هنوت بس حاجه يا دوبك تمسكهم في بعض مش كتير خلاص This one don't know. Let it be caramel. Okay. So leave this. The spoon shouldn't have any sugar. So that's okay. That's okay. Leave it like this. Let's increase the temperature. Okay. And wait until it becomes caramel. Then we'll add the cream. Okay. We'll hold it. Okay. حط كله. وبعدين دول هنفرمهم او هنعجنهم بعدين هنحطهم هنا هو نفس الفكره هنا شمسة ممكن لو عندي براونيز زي اللي بتعملها ميتة دلوقتي ممكن يبقى عندي براونيز او كيك قديم ممكن احط عليه شويه صغيرين من هنا احطه هنا ودي تاخديها وتكوريهم عندي شويه متكورين المتكورين دول بعد ما بيتكوروا بالطريقه دي ممكن تروح حطها هنا في قلب خلاص واحطيها في طبق التقديم فعندك اختيارات خلاص نفس الشيء انت بعد ما ديتها تتعجن هنا هحطها في قلب البلاستيك طلعيها حطيها في البلاستيك ولف البلاستيك يعني لف البلاستيك دوت وهي هتمسك وهتجمد عشان فيها زبده وفيها شوكولاته نحطهم كلهم هنا احط كله ولا كده كتير بكفي طب خلاص حطيهم ونحطهم هنا وهاخد اتصال واجيب لك واحده ثانيه في عندك سلطانيه ثانيه هنا ممكن نستعملها للنوع الثاني الو الو اهلا مين معانا
الو الو يا ام ماهر. يا اهلا وسهلا، ازيك يا امنه؟ الحمد لله. شو علومك؟ الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. انت مش امنه، دي واحده تانية صح؟ يا انا شيخه سوانسي. يا اهلا وسهلا، ازيك؟ انتوا زمايل كلكم دلوقتي، اما عملنا الحلو كل عايز يتصل دلوقتي يقول لكم هاتوا لنا اكل معاكم. حبيت اشكر طلاب صوتي. ايه رايك في اي حاجه من اللي احنا عملناها ديت تعمليها او عجبتك؟ المعكرونه والاكل الحمد لله كل شيء زين. كل عندنا اخيرا ننزل ناكل. انتوا بتتكلموا من المدرسه ولا واخدين اجازه ولا قاعدين في البيت؟ اننا بيتكلموا منين؟ من المدرسه. النهارده اجازه كلكم؟ هيروحوا بدري النهارده؟ لا ده عايزين ياكلوا مكرونه. خلاص هم هياكلوا مكرونه. انت بالنسبه للي احنا بنعمله دلوقتي عشان ما ننساش اللي العنود عملته، انها بعد ما بتحطه اما بتلفه وينوت ونسيبه في التلاجة لغايه لما يبرد يمسك، او بنحطه في قوالب صغيره. حطي شويه من دول، بعدين شيلي دول هنا، وبعدين حطيهم طبق التقديم. خلاص اشيل لك ده من هنا اهو. اوكي، وهجيب لك الاثنين التانيين اللي هم معمولين تقديمين. طلعي دول السلايزات وحطيهم عبالا ما نشوف العنود الثاني. هنا عملوا البراونيز، فكره البراونيز اللي هي العجينه نفسها نفس الفكره، بياخدوا البراونيز ويعملوها على اساس تتقسم. دي العجينه اللي انت عملتيها، عملتوها مع بعض. اوكي نفسها هتكون نفردها. اوكي ناخدها من هنا. شفتوا المقادير سهله ازاي والطريقه سهله ازاي؟ ان شاء الله كل واحده على الاقل تجرب تبتدي تعمل حاجات من اللي انتوا شفتوها النهارده ديت. النهارده ديت هندخلها فرن، بتتحط حوالي ممكن في الفرن لمده 30 دقيقه. الفرن بيكون حرارته 170. اوكي نحطها هنا اهو، واذا كان في اي زيادات بننزلها. نجيب معلقه تانية بس عشان ايه ما نرميش حاجه. وحط دي تحت هنا تحت الكاونتر، شيلها تحت الكاونتر. اوكي نحطها هنا اهو. اوكي وممكن نحطها في الفرن هنا اهوت، والفرن الثاني لحمام الميه. ال 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 الكيك الجبنه اللي هي عملته بتحط في حمام ميه. يبوت اوريدي انت حطيتيها يا ريم اوريدي؟ يعني عملت هنا اهوت، حطيت اللي هي الكيك الجبنه حطيته في حمام ميه وفي شويه جاهزين. طب ايه رايك بقى تاخدي تشيلي دول هنا وطلعي كيك الجبنه and help them to present you have the brownies. حطي ده هنا اهو. You cut couple pieces. Put it there and put some of the chocolate sauce and some of the caramel. خلاص؟ اوكي وساعديها في الكيك الجبنه. ممكن تحطي فاكهه معاكي. عندي شويه انا عاملهم جاهزين. ناخد اتصال. الو؟ الو؟ الو مرحبا. يا اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله نعم وعافية الحمد لله. معك ديما خضر، منسقة الأنشطة بمدرسة دبي للتربية الحديثة. يا اهلا وسهلا أختي ديما. بحييك وبحيي كل طالبات مدرستنا. وبشكرك على هاي اللقطة اللطيفة جدا، وإن شاء الله يكونوا بناتنا مهيئين إن شاء الله يكونوا أمهات وطبخات ماهرات بالمطبخ. إن شاء الله. آمين آمين، أملنا فيهم كبير إن شاء الله. إن شاء الله. يلا يا بنات جو، وإن شاء الله يكونوا أكلكم طيب. وشجعوا البنات الثانيين إنه يجوا عندك على المطبخ. طب وحضرتك مش هتطبخي؟ هتاكلي. لا انا اكيد جاي، انا بالطريق هلا. يا اهلا وسهلا. خلاص في عندنا ضيوف جايين، علشان لو ما لحقناش you can put some white if you wish. تسلم ايديكم جميعا. تسلم. وشكرا لك ويعطيكم العافيه. يا عافيه حضرتك، من ذوق حضرتك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بالنسبه للكيك الجبنه، كيك الجبنه ممكن يتزين، يعني البسكوت كان محطوط من تحت ممكن يتحط من فوق او العكس، يعني ممكن تحط فاكهه عليه من فوق للتزيين، فدوت ممكن حاجه من الحاجات. وهنا بيزينوا البراونيز، يعني البراونيز ده تطلع وتتزين تقدم بالطريقه ديت، او اللي هي ايزي كيك، يعني هي الكيكه نفسها ممكن بتبقى كل البسكوت متقطع مع بعضه بنحط هنوت، يبقى فكره الـ 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 البسكوت بيتقطع مع شويه كاكاو صغيرين وشويه زبده، ممكن شوكولاته بيضاء او شوكولاته غامقه حسب اللون اللي انتوا عايزينه، وهيزوقوه هنا او زي هنا كده. دلوقتي احنا عندنا في اكل، تحبوا نعمل الاكل هنا ولا نروح هنا ونقدمه؟ نقدمه هناك. طيب هنا قبل ما نروح، بصي ده الكراميل اللي كانت بتعمل، هنحط عليه كريمه وده خلاص. سو ذاتس هاو وي دو ذا كراميل. اوكي ناو تيرن ذس اوف
And let's bring all this food. Let's bring the food. Okay. هاتوا الأكل دوت اللي أنتوا عاملينه وفي شوية معمولين في الطبق اللي فات. هاتوهم ينوت. وعندنا هنا ضيوف. أهلا بيكم. عندنا ضيوف هنا جم الاحتفالية الصغيرة اللي أنتوا عملتوها ينوت. فإيه رأيكم في اللي أنتوا عملتوه؟ أنتوا كنتوا متوقعين تعملوا ده كله؟ يا أهلا وسهلا. اتفضل. انتوا كنتوا متوقعين ان زمايلكم يعملوا كل الاكل ده؟ لا ما توقعتوش. انتوا كنتوا متوقعين انتوا تطبخوا الاكل ده؟ لا. طب ودلوقتي بعد ما عملتوا كل اللي انتوا عملتوه ايه رايكم في اللي حصل دلوقتي؟ حلو التجربه. عايز كل واحده فيكم تقول حاجه كده بسرعه. عندكم اهو انتوا البرنامج بتاعكم. قول اللي انتوا عايزينه لكل زمايلكم وكل اللي بيتفرجوا عليكم. اتفضلي. حبيت الطبخ. حبت الطبخ. انا اقول ان الطبخ حلو لازم الكل يتعلمه. انا ما قلتلهمش يقولوا كده. وده what would you like to say? You have a couple seconds. Well, we enjoyed and also we met so many things of course and we learned a lot from it. In this hour. العنود. الطبخ تجربة حلوة لازم نتعلمها. يعني كده كلنا كده النهارده بعد ما جت شمسة كانت هي السبب في تجمعنا النهاردة. هي بتحب الأكل وابتدت وقالت إن حاجة مهمة. معرفش أنتوا كلكم حابين تطلعوا إيه. أكيد مش هتدخلوا المطبخ صح؟ اللي عايز يبقى مهندسة، اللي عايز يبقى دكتورة، اللي عايز تبقى مدرسة. في أي حد فيكم عايز يبقى في مجال الطهي؟ لا. طيب يمكن. شمسة أنت ابتديت الحلقة. ممكن ريم تعمل. قولي لنا كلمة. أنت حابة تقولي إيه؟ أنت ابتديت الحلقة وعايزك تنهي تقولي لنا حاجة. استفدنا أول شيء. مشكور شيف على هاي الفرصة ونتمنى المشاهدين بعد استفادة ويعني تكون هاي طريقة للإعداد للجامعة. طب دي طريقة للإعداد الجامعة وأكيد كلكم مستنيين تبتدوا. لو قلت لكم ابتدوا هتبتدوا بإيه؟ هتاكلوا إيه أول حاجة؟ ها؟ كله هياكل الحلو. كلهم هيبتدوا الحلو. زي ما بيقول المثل بيقول الواحد ما بيضمنش عمره. ابتدوا بالحلو الأول. اتفضلوا. اهلا وسهلا بكم. نشوفكم على خير. مفاجآت كتيرة بكرة لمرضى السكر عاملين حلقة خاصة ان شاء الله هتكون مميزة. نشوفكم على خير. الف تحية والف سلامة.